عندنا صفاقس ومهدية وسوسة، نمشيو نقدموا الفيلم كاو فوالا. دونك جولة عالمية اليوم. انا كل ما نجي لصفاقس نعمل جوله حقيقه ما نكذبش. الشهر الاولاني تاع الكورونا كان سامباتيك محلاه، ولكن الشهر الثاني كان صعيب برشا، وحسيت انه انا كمخرج وكسينمائي كنت ممنوع من اني باش نصور فيلم، ممنوع باش اني ناخذ كاميرا ونصور. دونك قلت لا، هذايا باش نعمل اناك دو ريزيستونس اللي هو الفيلم هذايا. تجربه نعتبرها استثنائيه، تجربه انسانيه عميقه بحق، وهو معناها الحاجة الجاية اللي عملها في وقتها كتصور. وأنا نشكركم برشا 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 اللي أنتم جيتوا اليوم، ما كنتش الحقيقة ما كنتش استنى في أوتون دو موند. ميرسي بوكو أو بوبليك دو سفاكس. Mais non, allez, voilà, ça date, il y a un peu comme une espèce d'autothérapie.